شرف باش نأطر مجموعة من التلاميذ منذ 35 سنة، وفي نطاق النشاط الرياضي كل سنة كنديروا هاد البادرة هادي باش نحيدوا داك الضغط على التلاميذ، وكنديروا لايسيس دو ماس ديال التلاميذ باش يمكن لينا نخرجوهم من داك الضغط، خصوصا التلاميذ ديال اولى بكالوريا وثانية بكالوريا، باش يباشروا الاستعدادات ديالهم للامتحانات في ظروف جيده، وتبقى عندهم ذكرى ديال المؤسسه ديالهم اللي غادي يكونوا ان شاء الله رجال الغد، يكونوا في الميدان ديال العمل. وهذه البادره هذه كنديروها باش في نفس الوقت الجمعيه الرياضيه ديالنا بحضور الاساتذه الطاقم التربوي ديال عقبه كنديروا هذه البادره هذه، وكنديروا واحد التكريم لبعض الفعاليات الرياضيه، لا في ميدان كره القدم ولا في ميدان التحكيم ولا الصحافه الرياضيه. الحمد لله حنا كنتوفقوا كل سنه في هذا الميدان هذا، وحنا فخورين باش نشوفوا وجوه كيف شفتوا انتم معنا هنايا، كاين وجوه في ميدان الرياضه. السي رضوان عاشيق اللي شارك في ثلاثه المنافسات ديال كاس العالم كحكم مساعد، وكاين السي الدكتور زكريا بن عمر اللي مكلف بالمرافقه الدينيه داخل الانديه الوطنيه، كاين المؤطر الكبير السي عبد الرحيم طالب اللي كان استاذ ديالي في الثانوي سنوات قبل، وكاين السي نور الدين الركراكي العطاء ديالو في ميدان ديال الصحافه منذ زمن كبير، وكاين بعض المؤسسه، كاين واحد المؤسسه مدير الثانويه ديالنا اللي عطى الشيء الكثير السنه الماضيه والسنوات الماضيه، والمدير الحالي اللي كيقوم بواحد العمل كبير، رجعوا للثانويه عقبه ديالها الاوج ديالها في ميدان الثقافي وميدان الرياضي. والحمد لله احنا فخورين وعندنا واحد غير على هذه المؤسسه، وهذه العمليه اللي كنقوموا بها كنتمناها تستمر في هذه المؤسسه هذه، لان عطاتوا هذا الاشعاع كبير على الصعيد الاقليمي وعلى الصعيد الجهوي. هذا شرف لي نحضر التظاهره، ولازم ما عند واحد الشخص اللي عنده واحد المعزه خاصه، السي بانو ابراهيم، تعرفوا انه كان لاعب كبير احتد الفرق، وكنجاوبني كلاعب وجاوبني كتلميذ. أنا أحضر طبعا وحضرت جميع التظاهرات كأستاذ التربية البدنية والرياضة، وكرجل تعليم اللي شارك مدة سنوات وسنوات في عدة تظاهرات رياضية. المجيء ديالنا هو دفع معنوي لهاد الشباب هادو، إحساسهم بالرياضة والجسم، إحساسهم بالرياضة والعقل، إحساسهم بأن الرياضة تقدر تكون مهنة، ونحاولوا يعني بطرقنا البيداغوجية باش نبعدوهم على الوسائل التي تخرب الجسم، ولما لا تكون رياضة ودراسة.